السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم المتابعين والمشتركين الكرام في هذا الفيديو اللي راح نشرح فيه طريقه التسجيل في موقع كورسيرا والحصول على شهادات كورسيرا بصوره مجانيه طبعا موقع كورسيرا او منصه كورسيرا اللي هي منصه تم انشائها من قبل مجموعه من اساتذه والباحثين في جامعه ستانفورد وهي تعتبر تابعه لجامعه ستانفورد الامريكيه هذه المنصه حاليا تعتبر هي المنصه الاضخم والاشهر والاكثر رصانه عالميا شهادة هذه المنصة حقيقة شهادة جدا معتمدة وجدا رصينة وتعتبر من أفضل الشهادات لاكتساب الخبرات والمهارات في دورات المتنوعة طبعا فإذا أردت مثلا أن تحصل على مهارة معينة أفضل مكان هو موقع كورسيرا يجي بعد موقع ادكس ومنصة يوديمي بالمركز الثالث وبقية المنصات تجي بعدها لكن كورسيرا هو الأفضل والاشهر عالميا هذه الـ 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 هذه المنصه حقيقه يتهافت عليها الطلاب ويتهافت عليها جميع الباحثين عن مهارات اكتساب مهارات جديده وخبرات جديده لكن المنصه هذه الشهادات اللي تنطيها مو مجانيه تصل الى مبالغ كبيره تصل الى مئات الدولارات الشهاده فانت يمكنك طبعا من خلال هذا موقع كورسيرا اللي امامكم تقدر انه تشترك مجانا بالمنصه وانه تدخل الى الكورسات اي كورس تحبه تدخل به مجانا لكن فقط انه تكون كمشاهد ما راح تحصل على شهاده حتى تحصل على الشهاده لازم تدفع مبلغ مالي فبالتالي هذه الطريقه اللي تنفرد بها قناه كوساينس على التليجرام ومبادره اي سي تي تاسك فورس هي لكيفيه الحصول لكيفيه الاشتراك في كورسيرا بصوره مجانيه ومشاهدة ومتابعة أي كورس أنت ترغب والحصول على شهادة معتمدة وحقيقية من كورسيرا بصورة مجانية تماما طبعا هذا الموضوع رح يكون عن طريق مبادرة الشباب السوري اللي هي مبادرة أطلقت لمساعدة اللاجئين السوريين والباحثين عن عمل والباحثين عن تطوير مهاراتهم ولكن احنا الان بالعراق ايضا نعاني من مساله عدم توفر امكانيات الدفع الالكتروني وصعوبه التعامل مع المنصات او مع المواقع اللي تتعامل بالدفع الالكتروني لذلك احنا عندنا نعاني من صعوبه في انه كيفيه شراء شهاده معينه او اي منتج رقمي موجود على الانترنت فممكن انه هذه المبادره مبادره الشباب السوري ممكن تنفعنا في انه نسجل بها ونحصل على منحه وعن طريق نسجل في موقع كورسيرا وبالتالي يكون ان صلاحيه الوصول الى كل كورسات كورسيرا مع الحصول على شهاده مجانيه حتى نبلش بهذا الموضوع حتى نسجل في مبادره الشباب السوري نضغط على الرابط اللي موجود اسفل خانه الوصف في خانه الوصف اسفل هذا الفيديو فراح تفتح لنا هذه الصفحه طبعا اكو تحديثات بالمنصه مع مبادره الشباب السوري آه هذه التحديثات استوجب ان اسوي هذا الفيديو الجديد لتحديث المعلومات اللي موجوده فراح تطلع لنا هذه المنصه حقيقه مبادره الشباب السوري هي منصه اصبحت آه لها اذرع واسعه واتفاقات وتعاون واسع ومتنوع مع كثير من المنصات من ضمن هذا نشوف هنا منصه كورسيرا ومنصه بابيل واليسون المنصه الشهيره جدا والديتا كام والامبوس ودولينغو حتى فإذا تحب أي منصة من هذه المنصات أو كل هذه المنصات تسجل بهم بصورة مجانية تماما والحصول على شهادات بصورة مجانية منصة كورسيرا غنية عن التعريف وتكلمنا عنها المنصة الأخرى اللي, اللي تفيدك جدا في أنه تسجل بها عن طريق مبادرة الشباب السوري وتحصل على الكورسات المدفوعة لأن حقيقة منصة أليسون هي منصة مخصصة للتدريب المهني يعني مو بس انه دورات على مناهج نظريه، لا، التدريب المهني وبالاخص التدريب الهندسي، فمنصه اليسون منصه لا غنى عنها وشهادتها شهاده رائعه وشهاده معتمده في جميع دول العالم وكثير من الشركات اصلا تطلبها شهاده اليسون، واذا موجوده شهاده اليسون في السي في مالتك فانت يعني السي في مالتك يملك قوه جباره حقيقه، ولا يمكن لاحد ان يتغاضى عن المهارات اللي حصلتها واللي عندك بها شهادات من اليسون. فمن الضروري انه تسجل في موقع كورسيرا في منصه كورسيرا وتسجل في منصه اليسون اللي ايضا انه كورسات اليسون هي كورسات مدفوعه وغاليه الثمن وشهادتها غاليه الثمن ايضا. فعن طريق انه مبادره الشباب السوري تقدر تحصل على مقعد في منصه اليسون بحيث انه تاخذ كل الدورات والكورسات والمناهج التدريبيه على المهارات العمليه والحصول على شهاده مجانيه. وايضا اذا احببت في تطبيق دولينجو دولينجو عنده اشتراك آه بريميوم او في اي بي آه هذا الاشتراك ينطيك صلاحيات وينطيك امكانيات اكبر من الاشتراك العادي او المجاني فايضا عن طريق مبادرة الشباب السوري تقدر تسجل في الاشتراك البريميوم بصورة مجانية تماما ها خلينا نسوي احنا حاليا على منصة كورسيرا وتقدر انه تشترك في هذه المنصات كلها حسب رغبتك فمن خلال تبويب منصة كورسيرا نقدر انه نضغط على grab your seat فراح تنفتح لنا هذه الصفحة اللي هي عبارة عن جوجل فورم في هذه الصفحة احنا راح نسجل معلوماتنا وانتبه على المعلومات اللي راح نسجلها طبعا هذه الـ الـ المقدمة مرحبا بكم في نظام التقدم لمنحة كورسيرا الخاصة بمنظمة تجمع الشباب السوري آه هذه يمنحك يمنحك القبول في هذه المنحة فرص الفرصة للحصول على المعرفة المقدمة من أرقى وأهم المؤسسات حول العالم بالإضافة إلى تغطية تغطية تكاليف جميع المساقات والدورات على منصة كورسيرا آه والتي قد تصل كلفة الشهادة يعني كلفة الواحدة منها خارج المنحة إلى 99 دولار أمريكي بل أكثر حتى توصل إلى 200 و300 وأكو حتى الشهادات بآلاف الدولارات يعني يتم ارسال طلبات القبول كل يوم جمعة طبعا تسجيلك في مبادرة او في تجمع الشباب السوري انت راح تسجل وراح تنتظر منهم رسالة القبول اللي توصل على ايميلك رسالة القبول توصل كل يوم جمعة يعني انتظر كل اسبوع انه هي توصل خلال اسبوع الى اسبوعين يعني, يعني خلال جمعة الى جمعتين فعن طريق الرساله الى اللي تجيك واللي بيها قبولك قبولك في تجمع في مبادره تجمع الشباب السوري عن طريقها راح تسجل على موقع كورسيرا من خلال صفحه تجمع الشباب السوري. حتى يتم النظر في طلبك للحصول على منحه دراسيه من منظمتنا يجب يجب عليك تقديم التفاصيل الخاصه بك بشكل كامل بشكل كامل وصحيح. ويعتبر الطلب لاغيا ويتم حذفه في حال أدخ... في حال ادخال معلومات وهميه او ناقصه او غير صحيحه وذلك من خلال ملء الحقول التاليه. لازم تكون معلوماتك حقيقيه اوكي احنا راح ندعي انه احنا لاجئين سوريين لكن بقيه المعلومات يجب ان تكون حقيقيه فمن خلال انه هذا المستطيل تكتب عنوان بريدك الالكتروني اللي تريد توصل لك عليه رساله القبول في هذه المنحه. ونضغط على التالي بعدها تطلع لنا هذه الصفحة المعلومات الشخصية الفول نيم يرجى كتابة الاسم الكامل الاسم والكنية باللغة الإنجليزية وأن إدخال المعلومات بشكل خاطئ سوف يعرض الطلب للحذف بشكل تلقائي فهنا نكتب اسمك تكتب اسمك الكامل الرسمي مثل ما موجود بالجواز يفضل او مثل ما يكون الاسم اللي تحب ان ينكتب بالشهاده اللي راح تحصلها من كورسيرا شنو الاسم اللي تريده ينكتب بالشهاده اكتبه هنا عني. فانا اكتب مثلا نوار السيلاوي هذا هو الاسم اسمي الرسمي المعتمد وايضا اسمي في الجواز هنا نجي الى الجنسية، الجنسية يعني لازم ان تكتب الجنسية تختار جنسية سوري فمن تضغط على الخيارات تلقى اول خيار هو سوري فتختار جنسية سوري. بلد الاقامة، بلد الاقامة بكيفك يعني انت ممكن تختار سوريا او ممكن تختار بلدك اللي موجود انت به حاليا واللي هو العراق فممكن انه بلد الاقامة انه يكون هو العراق، لكن اهم شيء انه تكون الجنسية تختارها سوري. فبلد الاقامة العراق. رقم الهاتف المحمول تقدر تكتب رقم هاتفك المحمول طبعا مع الكود الدولي اللي هو 00964 وتكتب رقمك المحمول أه الحقيقي رقمك اللي هو يعني اسيا او زين او اي او اي شبكه اخرى شركه اخرى فتكتب رقمك الحقيقي أه العراقي و اذا كنت تعيش في سوريا اخبرنا من اي مدينه انت اذا كنت تعيش اذا اختاريت انه انت بلد الاقامه العراق فمن هاي الخيارات تختار لا اعيش في سوريا. ونجي هنا هل انت هذا البرنامج مقدم للدعم اللاجئين حول العالم فهنا هذا السؤال هل انت هنا تختار هل انت نازح داخلي في بلدك لاجئ عديم الجنسيه انا لست لاجئ فتكتب انه تختار لاجئ. طبعا تاريخ الميلاد تختار تاريخ ميلادك أه... تاريخ تولدك يعني اليوم والسنة والشهر هل انت ذكر تحدد الجنس التحصيل العلمي شنو تحصيلك العلمي هل انت اقل من الثانوية العامة في المتوسطة او غيرها في الثانوية العامة في الاعدادية معهد مخلص معهد جامعة او ماجستير او دكتوراه تختار الخيار اللي يتناسب مع تحصيلك العلمي ولكن الطالب طالب جامعه فتختار جامعه كلش طبيعي. مستوى اللغه الانجليزيه هنا نتحدد انه انت مستواك في اللغه الانجليزيه هل هو ضعيف او متوسط او جيد او جيد جدا. ضعيف ليس لدي اي معرفه باللغه الانجليزيه. متوسط يمكنني يمكنني القراءه والكتابه والفهم بشكل بسيط وافضل وافضل موجود الترجمه لمساعدتي في الدراسه. جيد يمكنني القراءه والكتاب بشكل جيد والفهم بدون وجود الترجمه العربيه جيد جدا ويمكنني الدراسه بشكل مريح فتختار الخيار اللي يناسب مستوى لغتك الانجليزيه الحاله الوظيفيه هل انت موظف دوام كامل دوام جزئي غير موظف طالب فتكتب حالتك الوظيفيه هل تملك جواز سفر طبعا هنا انه بامكانك طبعا اختيار نعم او نعم ولكنه منتهي الصلاحيه ولكن من الافضل ان تختار لا لا املك جواز سفر حتى لا تكون انه اكو وثيقه تثبت انه انت من اي دوله. أه كيف ستساعدك هذه المنحه في تحقيق اهدافك المهنيه والاكاديميه؟ ببساطه اخبرنا لماذا انت مهتم في الحصول على المنحه. طبعا هنا تكتب لهم نبذه بسيطه عن انه سبب اهتمامك في الحصول على المنحه، تقدر تكتب بتعبيرك الخاص او تقدر تنسخ النص الفقره اللي موجوده في خانه الوصف اسفل هذا الفيديو وتلصقها هنا واللي تقول نقدر نلصق ستساعدني على تطوير مهاراتي وصقلها وتعلم مهارات جديدة لتسخيرها لتسخيرها في إنشاء عملي الخاص أو يمكنك أيضا هم تعدل على هذه الفقرة أو تكتب بتعبيرك الخاص as you like آخر فقرة where did you hear about us من سمعت من عندنا فتختار كيفك من الفيسبوك من فريند من ايميل من السوشيال ميديا تختار المكان اللي سمعت به عن تجمع الشباب السوري وتضغط على التالي بعد الضغط على التالي راح يوديك الى صفحه الشروط والاحكام ان ارسالك لهذا الطلب يؤكد على انك فهمت وتوافق على النقاط التاليه اقرا هذه النقاط اللي متعلقه بالشروط والاحكام وتأشر آخر شيء جواها لقد فهمت وأوافق على جميع النقاط بما يخص المنحة، أنا أوافق. لقد فهمت وأوافق على جميع النقاط بما يخص حماية البيانات وسياسة الخصوصية، أنا أوافق. أوافق على مشاركة بياناتي الشخصية مع تجمع الشباب السوري، أنا أوافق، وأوافق على إضافتي القائمة البريدية. أشرهم هن ذني إنه أنا موافق وتضغط على زر إرسال. بعد الضغط على زر إرسال تنتل... توصل توصلك على إيميلك رسالة بها ملخص لإجاباتك لهذه الفورمة وإجاباتك استمارة بها إجاباتك اللي مليتها في هذه الفورمة وتنتظر أنه الموافقة تجيك على إيميلك ومن خلال رسالة الموافقة راح ينطونك رابط تقدر من خلاله تدخل به إلى موقع كورسيرا والسجل بصورة طبيعية ولكنك جاي من طريق تجمع الشباب السوري نفس الآلية ونفس الطريقه تقدر انه تسجل بها في منصه اليسون او في بابل او في دولينجو او اي المنصات اللي هذه اللي مطروحه في تجمع الشباب السوري طبعا انت وصل لك الموافقه توصل لك على شكل دعوه انه يابا احنا تجمع الشباب السوري انت تم قبولك وندعوك ويانا الى الانضمام الى منحه تجمع الشباب السورة على كورسيرا من توصل لك هذه الرساله تضغط على هذا الزر Join ناو Join ناو راح ياخذك الى منصه كورسيرا لكن عبر السيريون يوث اسامبلي فتضغط على هذا الخيار طبعا ريثما ما يعني يوصل بعد ان تظهر لك الصفحه الرئيسيه الخاصه بتجمع الشباب السوري على منصة كورسيرا لاحظ أن هذه الصفحة فارغة لأن احنا بعدنا ما مسجلين تقدر أن تضغط على هذا شعار كورسيرا حتى يأخذك إلى آلية التسجيل هنا أنا بعد أن وصلت لهذه الصفحة تضغط على Join for free أو Sign up with Facebook إذا تريد تسجل عن طريق الفيسبوك أو تملي هذه الاستمارة المصغرة وتقول له Join for free حتى يأخذك لإملاء اللي صفحة املاء معلوماتك لكن تاكد انه انت تملي معلوماتك بنفس الاليه ونفس الصيغه ونفس المعلومات بالضبط اللي مليتها بالاستماره استماره التجمع الشباب السوري اللي قدمتها اصلا بالضبط يعني او او بالذات من ناحيه الاسم وغيره لان كورسيرا يريد التحقق منك من اسمك فقط الاسم لا تخاف ما يريد التحقق من شيء ثاني انت راح يعتبرك سوري. وماكو داعي ما حد راح يسالك انطيني هويتك انه انت لبناني او عراقي او مصري فقط يتحقق من اسمك حتى انه يقدر يمنحك سيرتيفيكيت معنونه لاسمك الرسمي طبعا تملي الاستماره وبعد ان مليت الاستماره ما راح اراويكم كيف تملي الاستماره لان الموضوع يعني سهل انه ما دام انه انت تريد تدخل فيه مجال يعني كورسيرا والكورسات وهذه فانا فبت... افترض انه انت تعرف شلون تسجل في موقع ما او تملي استماره بالمعلومات بعد ان مليت استماره استمارتك وانتظرت لرساله الفيريفيكيشن اللي يدزها موقع كورسيرا الى ايميلك ومن ثم نسوي Verifying لحسابك وبالتالي ينقلك الى الصفحه تقدر تسوي لوج ان وتدخل على حسابك راح تشوف انه حسابك آه انا هذه حسابي راح تشوف انه حسابك قائم ضمن صفحة السيريا يوث اسيمبلي وهذا معنى انه انت حسابك آه اي كورس انه انت تريده انت راح يكون كورس مدفوع طبعا انا هذه الكورسات اللي عندي اللي اخذتها هنا اذا انت تحب تبحث عن اي كورس هنا في خانة البحث راح تطلع لك اي كورس انت يعجبك مثلا داتا ساينس طبعا هنا هذه تطلع لك مجموعة الكورسات اللي ترغب بها فنختار مثلا هذا الكورس. لاحظ ان هذا الكورس طبعا مدفوع. لكن بما انه انت مسجل ضمن السيريان يوث Assembly لاحظ أن هذه الكلمة paid فور باي السيريان يوث اسامبلي لذلك انت ممكن انه تسوي له enroll for free. طبعا enroll for free وايضا تمنح السيرتيفيكيت. فور uh, فري اي كورس يعجبك انه انت تقدر تسجل به وتقدر تدرس عنه سوري شنو هذه انا ما اريد ادرس البايثون بالصينيه اي كورس راح تلقاه فري ومهيئ لك ما عليك الا ان تدخل في هذا الكورس وتدرسه وتحصل على الشهاده وبذلك تضيفها الى السي في مالتك او ريزومي او تضيفها في حسابك على لينكدين او في بيت دوت كوم او تضيفها على ريسيرش جيت انت حر هنا هذه السيرتيفيكيت هي معيار او مقياس لمدى كفاءتك ومدى المعلومات او مدى الخبره اللي انت تمتلكها اتمنى ان يكون الشرح واضح اتمنى ان يكون الشرح مبسط وسهل لكم مني اطيب التحيات واتمنى لكم مستقبل باهر ونجاح دائم في كل حياتكم وشكرا جزيلا